بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا تلاميذ الأعزاء في فيديو جديد ودرس جديد. نكملوا مع جماعة شهادة التعليم المتوسط. اليوم درس نتاعنا سهل، أسهل درس في الدروس اللي فاتوا، يليق له شوية تركيز فقط وشوية تفهم وشوية يسر تحفظ نتمكنوا من الدرس هذا. تابعوا معايا صح. ديفتونغز، ديفتونغز يا جماعة بمعنى الأصوات. ديفتونغز دي تبعوا معنا جماعة صح. دي فتونغز، دي معناها اثنين، فتونغز صوت، دي فتونغز معناها صوتين. واش راح نشوفوا دركا؟ راح نحكوا في درس نتاع اصوات يا جماعة، اور برونسيشن تاع نطق نتاع كلمات. اوكي اوكي تبعوا معايا جماعة. كي يكون عندنا حرف كيما هاك واش نقولوا؟ اي. كي نديروه بين عارضتين يولي صوت صح. عندنا حرف A وعندنا حرف I ونديرهم بين عارضتين، هذا نقول عليه الصوت I، هذا يقول له صوت. And we pronounce it وننطقه I I. إيش فاول على هذا جمع؟ هذا يقول له I، وهذا الصوت الثاني نقول عليه A or A. We have I and we have A. So I A I A صح. تمرين نتاع هذو الصوتين يا جماعه كيفاه يجينا؟ يقدر يجينا بزوج طرق، يجي في الفرض ويجي في الاختبار واحتمال كبير يجيكم في الشهاده. عنده طريقتين يقدر يجي به، اما هذه الطريقه اما هذه الطريقه. نبداو بالطريقه الاولى ومن بعد نفوتوا للطريقه الثانيه صح. الطريقه الاولى السؤال نتاعها كيفاه يكون؟ يقول لك I classify the words in the table according to the sounds I or A. يقول لك رتب الكلمات في الجدول على حسب الصوت. ايش من صوت؟ I or A. شخصيني واحد يقول لي شيخ كاينه قاعده ثابته لهذا الاصوات؟ نقول له لا لا، نقول له لازم كل كلمه تعقب عليك تحكم الصوت نتاعها تقارديها هنا في الميموار، ما كاش كيفاه، لازم تحفظها تحفظ النطق نتاعها صح. ها هو لينا الجدول، ها هم لينا الكلمات، باكا نشوفوا الكلمات اللي عندنا ونشوفوا كيفاه نصنفوهم في الجدول. اوكي صح. The first word Eiffel. Eiffel it's Eiffel not Eiffel. هذا صوت يا جماعه قلنا اي وهذا قلنا اي صح. Eiffel جي هنا ولا هنا؟ Yes it should be here. جي هنا يا جماعه، لازم تكون هنا. We say Eiffel. نقولوا Eiffel. Eiffel. We don't say Eiffel. Okay. الكلمة الثانية famous بمعنى الشهرة. Famous. Famous. It's famous. جي هنا جماعة. Famous. We don't say ما نقولوش famous. Fi. We say fei. كاين وين كلمات حتى يكونوا فايتين علينا نحاولوا انه نذكرهم بتجربه نتاع الصوت هذا والصوت هذا. اذا لقينا بلي الصوت هذا يصدق معه نحطوها هنا، هذيك تتلفنا كاع شغل نخدموا فيها شويه الحاسه كما نقولوا. اذا صدقت لنا هنايا نحطوها هنا، اذا صدقت لنا هنا نحطوها هنا، مفهوم؟ واللي خير منهم كاع ماذا بينا تكونوا حافظين الكلمات والاصوات نتاعهم يا جماعه صح. الكلمه اللي بعدها نيتشر. نيتشر نيتشر وين يا جماعة؟ هنا ولا هنا؟ It's here. Nature. لأنه نخرج الصوت A. Nature. Nature. Okay. The next word. Eight. 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 So it should be here. Eight معناها رقم 8 أو 8. Eight. نقولوش eight. We say eight. So the next word. Flame. Flame. Where? Here or here? Flame. Should be here. Okay. Fire. 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 صوت اللي راني خرج بها جماعة وشن؟ I. Fire. Fire. So it should be here. Okay.
الكلمة اللي بعدها جولاي، فاير جمع معناها النار، النار صح. جولاي شهر جويلية يا جماعة. جولاي 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 هير أو هير سهل يا جماعة. It's here. ثم لازم نحاولوا انه نحفظوا الكلمات اللي فوتوا علينا يا جماعه. تفوت عليا كلمه نحاول نقارديها في الميموار باللي يجي معها الصوت، هي يخرج معها الصوت اي ولا اي، ما عندهاش قاعده ثابته. هذه كانت الطريقه الاولى اللي يقدر يجينا بها السؤال نتاع الصوتين اي و اي. نشوفوا الطريقه الثانيه، اروحوا معايا هنا يا جماعه. صح، شو يقول لك السؤال هذا؟ يقول لك اي كراس. واش معناها اي كراس؟ اي كراس the odd word out. the odd ايش معناها؟ الداخله، الكلمه الداخله. قال لك النحى. ايش من كلمه داخله يا جماعه؟ في الصوت. يعطيك زوج سطر نتاع كلمات، سطر فيه مجموعه من الكلمات والسطر الثاني فيه مجموعه من الكلمات. نبداو بالسطر الاول يا جماعه. صح، شوف we have famous labor and high. famous famous اش من صوت كاين هنا يا جماعه؟ باه يسهل لي التمرين هذا اللي غنكتب الاصوات نتاع تحت كل كلمه. famous اش تولي يكتبوا تحتها صوت اي. اوكي labor labor اي labor. اوكي هذه كيما هكا. اوكي high high هنايا نخرجوا معها الصوت اي. سمى الكلمة الداخلة في الصوت يا جماعة وراها، هذه ولا هذه ولا هذه؟ ايزي سهلة. هاي الكلمة الداخلة نديروا عليها كيما هاك، لأنه عندنا زوج كلمات مشتركين في نفس الصوت والكلمة الثالثة داخلة عليهم، صح؟ شوفوا السطر الثاني بي. وي هاف اي اي نديروا تحتها الصوت نتاعها. اتس اي. وي هاف داي داي اي اتس اي. Okay. The last word. Take. 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 A. Tay. A. It's not take. It's take. سما وراها الكلمة الداخلة يا جماعة. هذه ولا هذه ولا هذه. صح. عندنا هذو زوج كيف كيف. معناها هذه وحدها. هذه هي الكلمة الداخلة. نديروا عليها كما هاك. شوفوا مثال ثاني أيضا. صح. We have night. Night. بمعنى الليل. Night. نايت اجمع واش من صوت اي اور اي. ها الصوت يتخرج صوت اي. اند وي هاف فاير. فاير اي فاي. اوكي اتس اي هذا صوت اي ثاني. صح. واي واي اي اتس لايك ذس. اوكي شوفوا السطر الثاني. لا قبل وراها الكلمة الداخلة يا جماعة، عندنا اي واي، عندنا هذه اي، معناها هذه للنحو. شوفوا السطر الثاني، وي هاف هاي، هاي، خرجوا الصوت اي، وي هاف ساي، خرجوا الصوت اي هنايا، ساي، اند وي هاف بلاي، صوت اي. سما وراها الكلمة الداخلة هاي. هذو كانوا طريقتين يقدروا يجوكم يا جماعة في السؤال نتاع اي و اي، ماذا بينا نحاولوا أنه نحفظوا كل كلمة تفوت علينا بالصوت اي ولا اي. Practice makes perfect. الممارسة هي اللي تخليكم تتعلموا الكلمات هذو يا جماعة. معناها ماذا بينا تحلوا أكثر عدد من الأمثلة وتركزوا معهم وتحاولوا تحفظوا وتفرقوا بين الصوتين. هذا كان الدرس نتاعنا اليوم. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وانتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.